صوت الدولة جروب. اوكي اجي سيو فارس الحربي دي ساوند بليس عيسى بخيزان انصار الشريعة 2012 في الوقت الراهن موجودة الفوضى في الدولة المقصودة في غياب الجيش وفي الشرطة ردينا في نفس الوقت تشوف الواقع الطبيعة وافعال انصار الشريعة شنو الدافع اللي يخليكي تختالي توصل لامريكي التطريف الديني وافكار حرق وتدمير السفارة مش بالعنف ومش بالدم ومش بالحقد ومش بالسم مش هيكي دافع عسلنا كتب تفوزوا بالجنة وصانا ربي في كتابة غير دور تقلي جابة ويجينا ورا العسر اليسر بالجبرة تعالج في الكسر اكل الجو اللي درتوه بعد ما سفير قتلتوه اش نذبة في فيلم البابا جاوبوني لو في اجابة خليتوا الدولة في صورة قدام العالم منكور اش جبونا في الرأي العام بعد كرهو نكروا الاسلام كان تبي تحارب اوباما وتقلد يحيى وسام عدي لامريكا وحاربهم شوف المارنز وجربهم مش تبقى تحارب في بعدك ليصلعوا كتبوها مجابة عدي لامريكا وحاربهم شوف المارنز وجربهم مش تبقى تحارب في بلادك ليصلعوا كتبوها مجابة عدي لامريكا وحاربهم شوف المارنز وجربهم مش تبقى تحارب في بلادك ليصلعوا كتبوها مجابة بعد حرب الشعب وربيع عشان داروا انصار الشريعة رفعوا رايات الجهاد عالشعب وداخل البلاد عيشوا الشعب في وسواس ونبشوا في قبور الناس يبوا المواطن مطرف عقلية مجنون تخرب بعد حرب الشعب وربيع عشان داروا انصار الشريعة رفعوا رايات الجهاد عالشعب وداخل البلاد عيشوا الشعب في وسواس ونبشوا في قبور الناس يبوا المواطن مطرف عقلية مجنون تخرب تبجيل اللي في عيد الفطر اللي وراه الاخوان وقطر قالي كان في عقلي داش اجندة ظني من الخارج معقولة محمود جبريل يقصى في اخر تسجيل وفي اخر جولة للدور يكسى فيها بوشاكو هي قرية في خيب تظني ومش ناوينا فيك نغني بنحاور حزب الاخوان في معظمكم كنتوا اعوان بعد كنتوا في حزب القائد وزلاء من نظام البيت بتأسس دولة وتشارك مشكورين الله يبارك يا بلادي راها ضحالك وين كانوا في وقت المعارك مكتوبة في بلادي ديما يحكمها اصحاب الخيبة افهمها وخليك لبيب يحكمها اللي راسها شيب نطالب بالحل الفوري تأسيس الحكم الدستوري وسرعة تفعيل القضاء ويتحاكم كل الجناة بتكليف في كل الارجاء في المجلس كل الاعضاء اي وعد كاين المسؤول يردنا الحق الموكول في مضمون المجلس ويطارس ومنصب ولا ادارة اي واحد كاين مسؤول يردنا الحق الموكول في مضمون المجلس ويطارس ومنصب ولا ادارة اي واحد كاين مسؤول يردنا الحق الموكول في مضمون المجلس ويطارس ومنصب ولا ادارة بعد حرب الشعب وربيع عشان داروا انصار الشريعة رفعوا رايات الجهاد عالشعب وداخل البلاد عيشوا الشعب في وسواس ونبشوا في قبور الناس يبوا المواطن مطرف عقلية مجنون تخرب بعد حرب الشعب وربيع عشان داروا انصار الشريعة رفعوا رايات الجهاد عالشعب وداخل البلاد عيشوا الشعب في وسواس ونبشوا في قبور الناس يبوا المواطن مطرف عقلية مجنون تخرب خلونا نردوا على القصة نعاودها لك كم من قصة بتخلوها افغانستان قندهار ولا شيشان شليتوا طموح النهضة وحطمتوا الاحلام في لحظة حطيتوا الشعب في عقوبة نسقتوا اللعبة ملعوبة يغشوا قرار الانزال ونبقوا في حرب احتلال بش يشمت فينا طحالب في الداخل ولا اللي هارب وعيال معمر وعوانا وجيشة وزدام وجرذان رب معانا في ثورتنا كيف ما سخر في وحدتنا يسخر في اهداف الثورة كل واحد حيقوم بدور الناشد في كل الثوار الناشد في الشعب اللي ثار الناشد في كل الاحرار لابد يصدر قرار يكون حازم في ظل الازمة على الخاين ويكون بعزمة نبديك بروحي يا بلادي كيف ما ضحى فيك اجدادي بعد نبقى في الحق نغني لو فكر واحد يقتلني غنيت الحق ومش خايف منك ذبراني ولا نزاي الروح مهدى والعالي واحد في بلادي موجود وقاعد غنيت الحق ومش خايف منك ذبراني ولا نزاي الروح وحدة والعالي واحد في بلادي موجود وقاعد بنغازي بعد حرب الشعب وربيع عشان داروا انصار الشريعة رفعوا رايات الجهاد عالشعب وداخل البلاد عيشوا الشعب في وسواس ونبشوا في قبور الناس يبوا المواطن مطرف عقلية مجنون تخرب بعد حرب الشعب وربيع عشان داروا انصار الشريعة رفعوا رايات الجهاد عالشعب وداخل البلاد عيشوا الشعب في وسواس ونبشوا في قبور الناس يبوا المواطن مطرف عقلية مجنون تخرب